السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الموت يفجع الفنانة يسرا اللوزي في وفاة والدها. طبعا الحزن كبير قوي، هي وقفتها لوحدها بدون زوجها وبدون اي فنان ولا فنانة. طب ليه محدش موقف معاها؟ هي قالت ايه بعد وفاة والدها؟ الوجع طبعا ما بحسش بيه غير اللي فيه. هنشوف كمان الفنانين اللي ما حضروش كتبوا ايه على صفحاتهم على تويتر، واكتفوا بايه بالتحديد، وفين جوزها طبعا اللي المفروض يساندها في الوقفة اللي هي وقفها لوحدها. اكتفى طبعا كل الفنانين. النهاردة توفى الفنان المصري محمود اللوزي، هو مخرج وفنان عن عمر وناهز 63 عام. هو كان مخرج مسرحي وممثل سينمائي وتلفزيوني، يعني بيمثل صوت، وأستاذ المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووالد طبعا الفنانة يسرا اللوزي. رامي إمام نعاه بكلمات مؤثرة وقال قد إيه إن هو كان إنسان خلوق ومحترم. هو ليه ولد وبنت، لكن ابنه ما حضرش حتى جنازته لأنه في أمريكا مش متواجد هنا في مصر. يسرا اللوزي كانت واقفة وحيدة في جنازة والدها الفنان والمخرج المسرحي محمود اللوزي. مفيش ولا فنان يا جماعة حضر معاها العزاء، ولا فنان وقف جنبها حتى انه يقول لها شد حيلك، حد تسند عليه كده وهي منهارة وبتبكي بعد وفاة والدها. قاعدين بقى يكتبوا كلهم نعي على التويتر، واللي حضر تشييع الجثمان بس عدد من الطلاب وأصدقاء والدها. هي الوحيدة اللي كان ممكن تقف معاها، ومش عارفة ليه افتكرتها، او الاتنين بالتحديد، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي. الناس دي بجد ما كانوش بيسيبوا جنازة، لكن تخيلوا وقفتها لوحدها. يمكن ده خير لوالدها ان ما يحضرش جنازته ناس زي الفنانين، وان هم بس بيجوا ياخدوا اللقطة بس، حتى لو حد جنبها انه يساندها يقول لها شد حيلك، او انها تسند راسها، او لما تبكي وتنهار تترمي في حضنها صديقة، اي حد. للأسف كانت واقفة وحيدة تماما تماما، وعلامات الحزن مسيطرة عليها. المشكلة كمان مش في كده، الناس كلها سابوا ان هي طبعا واقفة وحيدة ومحدش معاها، وفضلوا يتكلموا رايحة جنازة والدك وانت لابسة اللون الابيض، طب حتى مش قادرة تلبسي حاجة لونها اسود تبين انك زعلانة. مين قال يا جماعة ان اللبس هو اللي بيفرق في الحزن؟ يعني مين قال اللي هيلبس ابيض مش حزين واللي هيلبس اسود حزين؟ الحزن في القلب وبيوجع صاحبه اكيد جدا جدا. وبعدين ده والدها، وكانت وفاته فجأة، لانه لاخر ايام قبل وفاته كان بصحة جيدة، والوفاة جت فجأة. ايتن عامر كتبت على صفحتها كلام كتير ونعت الفنانة طبعا يسرا اللوزي في وفاة والدها، لكن بصراحة الكلمة اللي لازم تتقال ان هو كله وسط مزيف، كله رياء ونفاق، وكل واحد بيضحك في وشك والله اعلم من وراك بيعمل ايه. طبعا جنازة كمان الأستاذ أحمد خليل رحمة الله عليه ما كانش فيه عدد كبير كمان من الفنانين، بقى حاجة غريبة جدا في الوسط ده. بلاش ننشر بقى يعني ان قد ايه هي موجوعة ونتكلم في لبسها لو سمحتم، لان ناس كتير قوي شفتها بتعلق في هذا الامر، بقت حاجة عادية كمان عندهم ان هم حتى ما يراعوش ظروف بعض. والادهى يعني، او الاكتر حاجة كمان شفتها من بعد وفاة والدها، الناس كلها فضلوا يقولوا ما هي ما بتروحش جنازة حد، ما هي ما بتروحش تعزف حد، يعني مين يبقى معاها؟ طيب جوزها فين يا جماعة؟ جوزها في الفترة ديت متواجد مع بنتها. طبعا احنا عارفين ان بنتها ربنا يشفيها لها من ذو القدرات الخاصة، طبعا هي من الصم والبكم ربنا يربي يشفيها، فلازم يكون جوزها موجود معاها. بس لحظة وقفتها لوحدها بجد كانت مبكية ومؤثرة. ربنا يرحمه وادعو لها بالصبر. سلام عليكم.